أهم شيء بالنسبة لي في كصفة في المعلم هي التقبل والتفهم. التسامح بالنسبة لنا هو أن نحن نتقبل الآخر، نتقبل جميع الجنسيات، نتعايش معاهم، لأن هذه القيمة اليوم ستساهم في نشر السلام. هم من الشباب ما شاء الله كبيرة جدا وطموحهم عالي جدا، وخارطة أيضا الخارطة التجارية عندنا تغيرت عالميا. عندما كان والدي يأخذني رحمه الله إلى المدرسة يقول سلمتكم أمانة فهذه ابنتكم لا تتركوا إلا عينيها. أتمنى أن السائح بدل ما يجي كوقت سائح يدخل بيوت المواطنين، يعيش مع المواطنين، يتعلم الآلية أو الحياة اليومية للمواطنين. صنع في الإمارات ماركة ذهبية تنتشر الحين بين الشعوب.